رصدت كاميرا القاهرة الإخبارية آراء ناخبين أمريكيين بعد إدلائهم بأصواتهم في الاقتراع المبكر للانتخابات الأمريكية، وقد أبدى البعض وجهة نظره في اختيار مرشح بعينه. صوتت لتوي لكاملا لأنني أعتقد أنها تهتم بمصلحة جميع الأمريكيين المتنوعين، وليس بشخص أظهر للبلاد أنه ليس من أنصار الولايات المتحدة. انتخبت هاريس بسبب أهمية حقوق المرأة الإنجابية والصحية، وأيضاً بسبب ما يخطط ترامب للقيام به إذا تولى المنصب، بما في ذلك إغلاق وزارة التعليم، وهو غير مؤهل ليكون زعيماً لدولة، في حين أن هاريس لديها عقود من الخبرة والمعرفة والتعاطف، وهي تعرف ما تفعله وما تدافع عنه فيما يتعلق بالاقتصاد وما تود طرحه فيما يتعلق بالضرائب والعديد من الأسباب.